أنديتنا المحلية لا تمتلك الجرأة خارج ملعبها، ودولة عربية تستضيف كأس العالم الجديد بعد قطر. حلقة جديدة من جرينتا، خليكم معنا. للأسف والموسم الجديد أنديتنا الأردنية بتخاف وبتعمل حساب للفرق اللي بتواجهها خارج الديار بطريقة مش طبيعية، وهالشيء ظهر على الفيصلي لما لعب مع الشارقة الإماراتي بدوري أبطال آسيا، والوحدات مع الكويت الكويتي بكأس الاتحاد الآسيوي. صراحة لا روح عند اللاعبين ولا حتى جمل فنية داخل الملعب تظهر أنه كل فريق ممكن يحقق هدفه، ولا مدربين قادرين على تقديم الإضافة لأي فريق حتى اللحظة، رغم أنه مسألة فوز الوحدات بالبطولة لا زالت قائمة، بس محتاجة لعمل كبير واجتهاد أكبر من المنظومة بالكامل، إدارة، جهاز فني ولاعبين. من وجهة نظري وممكن تكون سبب من أسباب خسارة الوحدات هي تصرف الإدارة قبل المباراة بيوم باستبعاد الحارس عبدالله الفخوري وإعادته لعمان. ما بقصد انه الفخوري كان راح يلعب ويأثر على النتيجة، بالعكس احمد عبد الستار كان مميز ويمكن كان هو الافضل من بين كل لاعبة الوحدات، بس مثل هيك اخبار وقصص بتعمل كركبة بالفريق، وصراحة بعمري ما شفت نادي بيتخذ هيك قرار او بنشر خبر وكأنه انجاز للنادي، وشو ما كان عامل اللاعب المفروض انحلت القصة وما صار اللي صار. وتحياتنا كالعادة لجماهير فيصل الوحدات اللي حضرت باعداد كبيرة في الامارات والكويت وكانت اكثر من جمهور صاحب الضيافة، اليكم ترفع القبعة. بعد إنجازها الكبير في كأس العالم الماضي، المغرب تستضيف كأس العالم لعام 2030 إلى جانب دولتي إسبانيا والبرتغال، لتكون النسخة الثانية اللي راح تستضيفها ثلاث دول بعد النسخة الجاي في 2026 بدول المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. وللعلم هاي مش المرة الأولى اللي بتقدم المغرب على طلب استضافة المونديال، سبق وأنها تقدمت بخمس مرات سابقة جميعها فشلت، لكن المفاجأة بتتمثل في استضافة قارة أخرى للبطولة نفسها 2030 غير أوروبا وأفريقيا، واللي هي أمريكا الجنوبية عبر الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، بس راح تكون أول ثلاث مباريات بهاي الدول ضمن خطة الذكرى المئوية للبطولة، فيما لم يتم تحديد مكان حفل الافتتاح بين المغرب والبرتغال وإسبانيا. البرتغال راح تكون أول مرة بتستضيف المونديال، وقدمت الاستضافة مرتين بآخر نسختين وما نجحت، فيما راح تستضيف إسبانيا كأس العالم للمرة الثانية بعد استضافتها ب82. السعودية بدورها أكدت استعدادها لاستضافة المونديال لعام 2034، وبتمتلك هي فرصة كبيرة في ظل استضافة بقية القارات وقتها آخر نسختين للبطولة. وقبل الختام، بكرة منتخبنا الوطني لكرة السلة على موعد مع الظفر بأول ميدالية ذهبية بتاريخه بالأسياد، عندما يلتقي نظيره الفلبيني في نهائي دوري الألعاب الأسيوية، وهي أيضا راح تكون أول ميدالية أردنية في تاريخ الألعاب الجماعية، يعني حتى فضية أو برونزية ما عمرنا جبنا بلعبة جماعية. ثقتنا كبيرة دائما المنتخب السلة بإسعاد الشعب الأردني بالبطولة، والذي طالما كان الصقور مصدر فخر واعتزاز للرياضات الجماعية في الوطن. وسؤال حلقة اليوم نتمنى نأخذ آراءكم فيه، برأيكم هل قادر المغرب على تنظيم حدث تاريخي كهذا زي ما عملت قطر في النسخة الأخيرة؟ نتمنى نشوف آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا تتابعوا شبكة منصات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، لايك على الفيسبوك، فولو على الانستغرام، وسبسكرايب على اليوتيوب، واستنونا في الحلقة الجاي معي أنا مهند جويلس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.